البعض يقول صورت صورة وكان لون الصورة أزرق أو لون الصورة أصفر. اللي يتحكم بهذا الموضوع شيء اسمه الوايت بالانس أو توازن اللون الأبيض. راح تلقاه زر بالكاميرا مكتوب عليه WB. في عدة أوضاع لهذا التوازن للون الأبيض. غالبا احنا لما نصور نخليه على الاوتو وايت بالانس بحيث تكون الكاميرا هي تحسب الضوء وتعطيك حرارة اللون يكون اللون طبيعي. في بعض الأحيان لما تصور داخل مثلا مكان فيه ظل أو ضوء شمعة أو لمبة صفرة مثلا يتغير عندك لون الصورة. فالاوتو وايت بالانس ما يحسب لك الإضاءة عدل. في هذه الحالة لازم تقول حق الكاميرا مصدر الضوء اللي انت تصور فيه. بالنهاية تقدر انت تعدل الوايت بالانس في استخدام برامج تعديل الصور الى الوايت بالانس الصحيح.